باس. السلم المتحرك الذي يعض الحذاء. رائحتها شهية جدا. أنا آسفة جدا، لم أقصد ذلك. هل أنت بخير سيدة سنجاب؟ هل أنت مستعجلة؟ لقب لابرادور، صغيراي مفقودان، أرجوك ساعدني في العثور عليهما. سنتولى الأمر. معذرة، هل رأيت سنجابين صغيرين في المكان؟ تقريبا بهذا الطول. لقد رأيتهما للتو عند حوض السمك. شكرا. دوبي. لنفترق هنا. أيها السنجابان الصغيران، أيها السنجابان الصغيران، أيها السنجابان الصغيران، أيها السنجابان الصغيران. وجدتكما. الشخص الخطأ. أوه لا، رسوماتي. الحمد لله كلها سليمة. هذه اللوحة، ما رأيك؟ جميلة. واو، هل هذان وحشان يتقاتلان تحت شلال؟ لا. هذان سنجابان صغيران على سلم متحرك. هذا صحيح، لديك عينان دقيقتان. لابد أنهما ما زالا هناك. هيا بنا. إنهما هناك. يا صغيران، اللعب على السلم المتحرك خطير جدا، قد تتأذيان. أنا آسف، لن نفعل ذلك ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، يجب أن تصعدوا السلم المتحرك مع أبويكم فقط، ولا تلعبوا أبدا أثناء وقوفكم عليه. في حالة الطوارئ اضغطوا على زر التوقف الخاص بالطوارئ، وسيتوقف المصعد على الفور. رجاءً تذكر ذلك. لا تفتح الباب للغرباء. توقف هناك يا ذئب. أو لا. لا.
كان هذا وشيكا، يجب أن أجد مكانا للاختباء. الماما ستعود قريبا. حسنا. وتذكري لا تفتحي الباب للغرباء أبدا. لا تقلقي لن أفعل. وداعا أمي. وداعا. هذا رائع، الأرنبة الصغيرة وحيدة في المنزل، هذه فرصتي. من بالباب؟ مرحبا أيتها الصغيرة، أنا رجل التوصيل، لدي طرد لك. طرد؟ من فضلك افتحي الباب ووقعي هنا. اتركه أمام الباب من فضلك. تعالي انظري إلي، هناك الكثير من الحلويات اللذيذة، شوكولا ومصاصات وحلوى الهلام والبطاطا المقرمشة. واو، تبدو لذيذة جدا. أجل، أمك اشترت كل هذا من أجلك، الآن رجاء أن افتحي الباب. تذكري لا تفتحي الباب للغرباء أبدا. صحيح، لا يجب أن أفتح الباب، علي الانتظار حتى تعود أمي. لم تنخدع، دعني أفكر. ها وجدتها. من بالباب؟ إنها الماما، افتحي الباب. أمي. لكن صوتك يبدو غريباً بعض الشيء يا أمي. هذا بسبب لقد أصبت بنزلة برد، الآن رجاءً افتحي الباب. لا، ادخلي يا أمي. سأحضر لك بعض الماء. تفضلي. أنت لست أمي. بالطبع لست كذلك. النجدة. ليس لديك مكان للهرب. يا له من ذئب متستر، أين يختبئ الآن؟ إنها ملابس الذئب. لابد أنه في مكان قريب من هنا، إنه دائماً يتنكر في صورة الآخرين ليجعل الأطفال يفتحون له الباب. مرحباً، أنا النقيب لابرادور. هل رأيتم هذا الشخص بالقرب من هنا؟ لنذهب إلى منزل الأرنب ونسأل. إنهما قادمان، يجب أن أتنكر. مرحباً، هل من أحد هنا؟ هل يمكنني مساعدتكما؟ سيدة أرنب، هل رأيت هذا الشخص بالقرب من هنا؟ لا، لا أراه، لست بخير اليوم، لذا مكثت في البيت طوال اليوم. سيدة أرنب، لماذا ساقك رمادية؟ إنها أحدث صيحات الموضة. وماذا عن وجهك؟ إنه رمادي أيضاً. أظن أنه سقط علي بعض الرماد على وجهي أثناء تنظيف المدخنة. أعذراني، أريد أن أرتاح الآن. انتظر، أنت لست السيدة أرنب. أنت الذئب. أراكما لاحقاً. توقف. نقيب لابرادور. توقف هناك. شاهد هذا. الآن شاهد هذا. لن تمسك بي أبدا. لا يمكنك الهروب. لا أحد يستطيع الهروب مني. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال،
عندما تكونون بمفردكم في البيت لا تفتحوا الباب أبداً لأي شخص ما عدا والديكم. الأشرار قد يستخدمون طرقاً خفية لخداعكم وجركم إلى فتح الباب. رجاءً لا تقعوا في فخهم، اتصلوا بوالديكم على الفور إذا كان هناك غرباء على الباب. تذكروا ما تعلمناه اليوم. وف! وحش في الشارع. أبي أسرع، العرض سيبدأ في مسرح قوس قزح قريباً. حسناً، لكن دائماً السلامة أولاً. وحش! مرحبا، أنا نقيب لابرادور. نقيب لابرادور، رأيت وحشا على الطريق، كان مخيفا جدا. وحش، سنكون هناك في الحال. أين هما؟ نقيب لابرادور، وحش ظهر على الطريق فجأة فتعرضنا لحادث سير بسببه. كان مخيفاً جداً. لا تخافي أيتها الصغيرة، لا يوجد شيء اسمه وحش. لكننا رأيناه، أرجوكم ابحثا عن الوحش. لا تقلقا، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. وجدت بعض آثار الأقدام. إنها قادمة من الجانب الآخر من الحاجز هناك. لابد أن الشخص الذي تسبب في الحادث قد قفز فوق الحاجز لعبور الطريق. هل تتذكران كيف كان شكل الوحش؟ كان شعره مثل عش طائر. عش طائر؟ أنفه كان أحمر وكان فمه كبيراً جداً. مثل هذا؟ بالضبط، هكذا بدأ لنا. الوحش بدأ مخيفاً جداً. لا أعتقد أنه وحش، يبدو مثل مهرج من مسرح قوس قزح. مهرج؟ سيكون هناك عرض للمهرجين في مسرح قوس قزح الليلة، كنا في طريقنا إلى هنا. توبي، لنذهب. انظر هناك، الوحش هو المهرج. يا إلهي، لقد تأخرت، يجب أن تكون على خشبة المسرح على الفور. لا تقلق، لقد سلكت طريقا مختصرا، لم أتأخر. أيها الغوريلا، خالفت قواعد المرور، أنت رهن الاعتقال. أو لا، توقف هناك. واو. الشرطة؟ هل هذا عرض جديد؟ امسك. لا تتجاوز الحاجز الحديدي. أراكما لاحقا. انتبه.
كان ذلك مخيفا جدا. أيها الغوريلا، لقد انتهكت قواعد المرور، ستأتي معنا إلى مركز الشرطة. لن أتجاوز الحاجز لاختصار الطريق ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، علينا اتباع قواعد المرور. استخدم دائما الأرصفة أينما ذهبت، ولا تتجاوز الحاجز اختصارا للطريق. إذا فعلت ذلك فقد تتعرض لحادث مرور، وقد تتعرض حياتك للخطر أيضا. تذكروا ما تعلمناه اليوم. البيت المسكون. إنه مخيف جدا. كواك، هل سندخل حقا؟ بالطبع، نحن مغامرون شجعان. تعاليا اتبعاني. كواك، أشباح! صغيران، لا تخافا، لا يوجد شيء اسمه أشباح. لكننا رأيناها بعيوننا. أرجوكما، عن قبل القط الصغير. لا تقلقا، سنجده. أيها القط الصغير. أيها القط الصغير. إنها خشبة. لنذهب إلى الطابق العلوي. إنه فانوس. من هؤلاء؟ لا يمكن أن يكونوا أشباحاً. دوبي، فهمت ماذا يحدث. الأشباح التي رآها الصغار كانت ظلالهم. إنه ظلي بالفعل. كنت أعرف ذلك، لا شيء يمكن أن يخيفني. دوبي! دوبي، ما الذي يحدث؟
القط الصغير. وجدت القط الصغير. هذا رائع، ساعده على الصعود. نقي لابرادور، ظننت أنني لن أخرج ثانية. أوه لا، البيت سينهار، لنخرج من هنا. نحن محاصرون هنا. يوجد طريق للخروج، اتبعاني. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، لا تلعبوا أبداً في البيوت المهجورة، إنها مظلمة من الداخل، لذا قد تسقط وتتأذى، وإذا انهار البيت وأنت بالداخل فقد تدفن تحت الأنقاض أيضاً، لذلك لا تدخلوا إليها أبداً ولا حتى من باب الفضول. تشيكي الصغير مفقود. لا أستطيع التحمل أكثر من هذا. أخي، أريد بعض المثلجات. انتظر دقائق قليلة فقط. حسناً، مثلجات، مثلجات، سأتناول بعض المثلجات. مرحبا يا صديقي الصغير، أعرف متجر مثلجات جميلا جدا. يمكنني أن أخذك هناك. لكني لا أعرف من تكون، لن أذهب معك. تعال، أنا صديق والديك، ألا تتذكر أنني احتضنتك عندما كنت صغيرا؟ تعال أسرع وإلا ستنفد المثلجات بالكامل. الآن لنذهب لشراء بعض المثلجات. أخي، أين هو؟ مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، أخي الصغير مفقود، ماذا علي أن أفعل؟ لا تقلقي يا صغير، سنكون هناك. نقيب لابرادور، لقد كنت للتو في دورة المياه، لكن عندما خرجت اختفى أخي الصغير. أرجوك ابحث عن أخي الصغير. لا تقلق يا صغير، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. شيكي الصغير. هذه نومة أخي الصغير. إذا لابد أنه قريب من هنا، لنواصل البحث. ذلك الرجل يبدو مريبا، إنه ينظر حوله باستمرار، لابد أنه يخبئ الشيك الصغير في مكان ما. توقف هناك. ماذا؟ إنه ليس تشيك الصغير. ما الذي تتحدث عنه؟ انظر، إنه حدبي. كان يمكن أن تطلب ذلك بلطف. لماذا مزقت ملابسي؟ آسف، أنا آسف جدا. سيد جمال، هل رأيت كتكوتا صغيرا ذا وجه ممتلئ ويرتدي قبعة منقوشة؟ حسناً، نعم رأيت، كان مع ثعلب أحمر وقد ذهب إلى الغابة. هذا ليس جيداً، قد يكون الثعلب الأحمر هو الخاطف، يجب أن نعثر عليه. أوه.
يوجد ثلاثة طرق، ما الطريق المناسب برأيك؟ المكان موحل هنا، لذا لا بد أنهما تركا بعض آثار الأقدام. لنبحث عن آثار أقدامهما. وجدتهما، هذه آثار أقدام الثعلب الأحمر والتشيك الصغير. لقد ذهبا من هذا الطريق، لنذهب. لقد أطلنا المشي إلى المتجر. لم أعد أرغب بتناول المثلجات الآن. أريد العودة إلى البيت. البيت؟ لا، لا يمكننا العودة إلى البيت. يساعدني أحدهم. توقف. النقيب لابرادور. لا أحد يستطيع الهروب مني. خذوا إلى مركز الشرطة. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عندما تخرجون لا تتجولوا بمفردكم أو تأخذوا الأشياء من الغرباء. إذا قالوا لكم إنهم سيأخذونكم إلى البيت يجب أن ترفضوا، وإذا هددوكم فلا تترددوا أبداً في الصراخ وطلب المساعدة من الآخرين من حولكم. تذكروا هذه النصائح.